الإرهابي فقط من فجر نفسه، لو من دعم وساعد ومول. مو تعريف الإرهابي إحنا عندنا اختلاف عليه أستاذ غسان. بالصراحة يعني ممثلي المكون السلي الناس حريصين بكل جد. يعني احنا المتحدث امامك الان حقيقه وليس بمزايد. يعني انا منطي من عائلتي 6 اشخاص قتلهم تنظيم القاعده عام 2011، يعني فجر بيوتنا على العوائل والنساء. يعني انا هسه الان اجي من خلال قناتكم الكريمه اطالب باخراج الارهابيين، هذا من سابع مستحيلاته. حتى ممثلي المكون السني لو عاد الارهابيين مره اخرى وخرجوا لا سامح الله، وهذا من المحال. انا اتكلم من خلال قناتكم الكريمه وكل ثقه بكل ممثلي المكون السني، سواء ممثلي المكون السني او باقي المكونات الاخرى المحترمه، بتقديري لن يتاجروا بدماء الابرياء حتى يخرجوا ارهابيين، وانما الهدف والغايه كما يعرف ضيفك الكريم والعراقيين، اكو هنالك شخوص في السجون العراقية ذهبوا بتهم ظلم وغيرها. أنا أبان تحرير المناطق وكنت فعلي قيادي مع أبناء الحشد والأجهزة الأمنية، وهذا مشهور لا أريد أن أزايد. شاهدنا ردود فعل من قبل بعض المواطنين حقيقة باتجاه العوائل الموجودة. يعني أكو عوائل مثلا كانت موجودة في المناطق لم تستطيع عبور جسر بزيبزة وهذا تم اعتقالها وكذا. حصل هنالك استاذ غسان يعني اكو فقره بالقانون. اي بس اسمح لي، بالعكس من خلال قناتكم الكريمه وانا اتكلم نيابه عن ممثلي المكون السني وحزب التقدم، بالعكس نحن نطالب بمعاقبة الإرهابيين المجرمين القتل. قرارات قضائية صدرت بحق الإرهابيين بالإعدام، يقدرون الأخوة بتقدم يطالبون رئيس الجمهورية بالإسراع بالمصادقة على قرارات العفو القضائية؟ ما يقدرون. القضية أعقد من هذا. شنو المعقد؟ ست فرح. لا القضية أنا يعني خلي يعني أنا هاي الحقيقة، هاي القضية مؤجلة من أجل المتاجرة بهذه القضية من أجل القواعد الشعبية. تقرب الانتخابات نشوفهم يتغنون قانون العفو، راح نسوي لكم قانون العفو، راح نرجع. هسه خلصت نغمة المهجرين وإحنا كذا وجرف الصخر هسه القانون العفو. أنا أعتقد مثل ما الأخوة بتقدم كانوا يعرقلون انتخاب رئيس مجلس النواب حتى لا يخسرون قواعدهم الجماهيرية بالأنبار، الآن يحاولون أن يتأخر قانون العفو إلى أن تقرب فترة الانتخابات من أجل يحققون أصوات به على حساب دماء الناس، على حساب ما له علاقة المصلحة السياسية. كل شيء نتوقع بها وكل شيء يصير بها. القضايا عديدة بقانون العفو ست فرح. أنا أعتقد أنه قضية المخبر السري وغيرها وغير تفاصيل بقانون العفو، قضية الأسماء الوردة أسماء بسجلات داعش. شنو داعش مسوي سلفة أم الربع ويسجل أسماء عليك يا الله؟ غير أكو ناس كانوا متنظمين وياهم داخل هذا التنظيم. إذا أنت مع تعديل القانون قبل مع تعديل فقرات القانون.